بديرة زوينة اللي أنا قمت بها الجامعة ولا على رأسي مفوزي قجع. وكنشكر كاع زعما الرياضيين اللي حضروا الآن وكنترحموا على جميع أموات المغرب، يعني من على البقا ظلمي الله يرحمه، هزاز يعني، ومن لائحة طويلة والله يرحمهم في هذا النهار يعني. ونتمنوا هذا الشيء كيتكرر يعني اللعابة اللي يعني اللي في الحياة باش يستافدوا من هذه المقابلات بحال هذه الدولية. هي من الأحسن الواحد يعني يتكرم في الحياة ديالو، ولكن الحمد لله احنا الأخ ديالنا تكرم في الممات ولا في الحياة ديالو ديما مكرم عندنا، احنا كعائلة ديالنا ديما مكرم عندنا الحمد لله. ونتمنى يعني كاع اللاعبين اللي عطاو لهذا البلد ولا الرياضيين ولا الفنانين انهم يكرموهم ويحتفلوا بهم يعني قبل الممات. ونتمنى الجميع يتفهموا هذه القضية هذه باش يردوا الاعتبار لاي لاعب ولا اي فنان عطى لهذا البلد.